السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عن أختكم نادية. كما راكم تشوفوا مساء يوم 8 ماي، بغيت نشارك معكم هذه الأجواء عندنا جنوب فرنسا. أجواء ما شاء الله ربيعية صيفية شتوية، وسي كاين شوية أمطار، اللهم بارك يا رب العالمين. قعدوا معايا كما عودتكم دائما في السطح، غادي ندير معكم جولة مع نباتاتي ومع بعض النصائح لمحبين الزراعة. ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يلا بسم الله ندخلوا في الموضوع وفي الفيديو وقعدوا معايا. هذه هي البداية تاع السطح تاعي وتاع فيديوهاتي وتاع نباتاتي. الوغ نبدأ بهذا النبتة ديل الفأرة. شوفوا سبحان الله العظيم، مع الصباح تكون الوردة تاعها تكون كاع مفتحة ومشعشعة، ومع المغرب وما من يكون الغيام ما تفتحش. سبحان الله العظيم، هذه وسي فلفل على ما اظن، فلفل الحاره هذه على ما اظن. دوك نحوس على الفلفل الحلوه، وين راهي؟ لا هذه الحلوه الحاره، حاره صاي مديتها. هذه هي، وهنا هادو ثاني هادو النقلات. هذه فلفل الحاره وهذه طرشيه، خاطش تبان الفلفل الحاره سبحان الله تكون قاطعه كما ها كما راكم تشوفوا. هاي هذه هي، وهذه الطومات ثاني راني مجدت هكا باش نعطيها لجارتي. زوج فلفله حاره وزوج طومات، وهذه غورج كابويا قرع البحر الاصفر. وهذو من نباتاتي، نباتات منزليه غنيه عن التعريف، تشوفوها دائما عندي في فيديوهاتي. ان شاء الله يعجبكم المحتوى ويعجبكم تعجبكم النصائح اللي نمدها لكم، وان شاء الله نتوما تاني تنفعكم كما انا راهي نفعتني. الوغ بغيت نوريكم، مانيش حاسي واحد حاجه ظاهره هكا صتها عندي. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا كي ولات لي هذه، مانيش حاسي علاه. الا عندكم اي نصيحه قولوا لي. انا قلت بالك خصها الماء، وهي راهي طايحه عليها، طاحت الماء زعما طاحت النو، التراب راه مشمخ، شوفوا. وكيفاه صرالها كيما هاك، هادي شويه. هادي تاني راهي قاعده شويه صامده شويه وراهي مليحه، بصح هادي شوفوا كي تبدل تبدلت لافي تاعها، وشوفوا كي تكمشت دبالت. فوالا، لا عندكم اي نصيحه ولا يخلوا لي في التعليق، جزاكم الله خير. غادي يوصل لكم هذا الفيديو في هذه الامسيه، الا كان تحميل الفيديو جاني فاسيل غادي يوصل لكم ديريكتومون. شويه هاك ان شاء الله، مانيش باغيه نفقدها. فوالا، بالرغم من عندي راه عندي منها وعليها، مي كمام هنايا راه جايتني شابه مع هذا التزاوج لولين نوعين من هذا الايونيوم في فاز واحد، راني غارسه اثنين راكم تشوفوا. فوالا هذا غادي ان شاء الله نقلعو كاع من هنا ونشوف نديرلو نشوف منه راه صاريلو هكا، بالك راهي باغي تموت كاع من العرق تاعها، الله اعلم. المهم هذا هو الاقتراح تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تسيبوا لي حل لهذا الظاهره. فوالا يا ما يخصها ما راني سقيتها بزاف، والماء تاع النو طبيعي زعما ماهوش الاخر. يا هادو تاني واحد الوقت صورت لكم تاني فيديو، كانوا هادو اللي فايت تاعهم تاع الوالا الوالا زعما لي بوتي هكا، كانوا تاني متبالين بغاو يموتوا. الوغ كي شبعتهم ما اقساحوا، فوالا راهم ملاح. مي هادي غير دروك غير اليوم صباح شدها، ما كانتش كيما هاك، غير دروك الحشيه الله اعلم ما بيها.
ايوا هذا النبات وسي شوفوا ما شاء الله راه مشعشع، وهذا الطريقه تاعو طريقه الاكثار كما اي نوع من الكراسوله. بصح الشيء هذا بالخف ينبت، بالخف يطلق لي غاسين وبالخف ينوض. عن تجربه دوك نروح نوريكم غادي اللي عارفه كالك فوالا. هادو هنايا راكم تشوفوا بلي راهم طايحين هنايا، كان ولدي يلعب بالبالون وضربها هنايا طيصيبهم ثلاثه ولا اربعه طايحين في الارض، الوغ قلعتهم هنايا وغرسهم فوالا. وبودو ميم با 20 يوم صدهم طالقين لي غاسين ونايدين. وهاد النبته هوسي شوفوا ما شاء الله صاي كملوا كملوا الاخر تاعها، هادو اللي كانوا هنايا كاع نايدين. دوك نروح نجيب لكم من هذا، غير من هذا الغصن الاول تاع البذور تاعها شحال لميت لميت ما شاء الله. اختي ام سيام قالت لي خلي لي حقي ان شاء الله حقك يكون محفوظ. انا بهذيك البذور اللي لميتها قد ما نغرس ان غاني سباس منها ان شاء الله يا ربي. كنا من الاحياء العام المقبل ان شاء الله نكثر منها، ندير منها مساحه كبيره وديبو بزاف هكا. فوالا هيا نرجعوا للموضوع تاع لي فاي هادو تاع هذا النوع من الكراسوله. هي ماشي كيف كيف، هي شوفوا تحطوا لها كراسوله كاين نوع، كاين بزاف الانواع. هذه النوع تاعها شوفوا كيجي على شكل مثلث كما تشوفوا، يجي من تجي حاده، والكراسوله هذه لا تجي دائريه. تحطوا لها تسيبوها ماشي كيف كيف. غادي نوريكم من هنا اللي غرستهم ونادو. هذه انا غي انا طلعتها كل خطر نجي نهزها نصيبها لاصقه. فوالا شوف والله العظيم كانت طالقه لي غاسين وانا قلعتها، كي قلعتها سمعتها بلي دار طرك صافي دير كان طالقه العرق وانا لاخرتها مسكين. بصح هادو سيرهم من هنا كي راني نهزهم كيما هكا نعرفهم بلي راهم قابضين، مانيش باغيه نقلعهم. كي نشوفهم بعد مده ان شاء الله نسيبهم طالقين دي بتي بيبي من هكا دي تي بتيت بوس جان فوالا. الوغ ندير معاكم نقلهم ان شاء الله. فوالا انا غير نحط غير في فوالا هادي شو راهم تشوفوا هنايا هادي نوع اخر، هاد النوع تاعها هو هذا. دوك نوريكم هو هادي، هادي هي هادي وراه هادي هي هادي هادي هي. بغيت طيح النفاي ولا لازم ولا نحطها في التراب ونغرسها. فوالا زعما حطيتها غير هكا مسكينه، هي راهي تحوس على روحها تحوس تنوض تولي تشرب في الحوت. حطيتها هنا وانا نقول راني نصور مانيش نصور. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، صوفوا لي هذيك الايونيوم جزاكم الله خير، وبارطاجوا الفيديو بتاع عم الفائده لاكثر الناس هكا باش يشوفوه. غادي نروح نجيب لكم هادو اللي كان اللي لميتهم من هنا. ايوا نكمل الفيديو ان شاء الله، قعدوا معايا وكملوه للاخير. واللي دخل دروك ما يساليش اعجاب للفيديو صافي، دير اللي دخل جديد وموش مشترك يشترك ويفعل الجرس، وما تنساوليش بلا ما تخرجوا ديروا لي جيم للفيديو. ربي يخليكم. فوالا هاني رحت جبت البذور تاع هذه اللي قلعتها، شاح تحصلت هذه المجموعه. شوف ما شاء الله، شوف خاطرش علاه قلت لكم لازم نحافظوا، ولازم هاد التيجه الاولى اللي ناضت ودارت الازهار لازم هي اللي الاولى نقلعوها باش نعاودوا نغرسوها من جديد. خاطرش الا قارعت لهادو غادي يطولوا باش يبسوا باش زعما نقلعهم باش يكونوش ما يكونوش واجدين زعما ما يكونوش في اتم الصحه باش ينبتوا لي من جديد. بصح الاولين هادو هما شوفوا يبسوا فم بلاتهم، يبسوا عن طريق الشمس ماشي يبسوا فمهم كما نقول. هذا هو شوفوا ما شاء الله. غادي ندير صوره صغيره هادي الازهار والهادي وسي ما شاء الله. المهم
نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.